طيبة وأهلا بكم. نستهل ونشرنا هذا اليوم بإعلام برياح قوية سريد مفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم كافة المناطق حيث تهب ريح من القطاع الشرقي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي قوة 7-8 مصنف بفر، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، وذلك نتيجة لمخفض ضغط جوي على شرق تونس يتجه تدريجيا نحو الشرق ويواصل تسير رياح قوية على مناطقنا. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر سحب كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بشمال تونس، رياح شمالية شرقية شمالية غربية من 20-30 تصل مؤقتا إلى 40 عقدة مع سحب رعدية، البحر يكون شديد الاقتران. بشرق تونس رياح شرقية جنوبية شرقية تتجه إلى شمالية من 20-30 عقدة، البحر شديد الاقتراب. كذلك بخليج قابس رياح جنوبية غربية تتجه إلى شمالية من 20-30 عقدة، البحر شديد الاقتراب، ورؤية تمتد من 2 إلى 4 ميل. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل طقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية على مجالاتنا البحرية، بشمال تونس رياح غربية شمالية غربية من 25-30 عقدة تتجاوز مؤقتا 40 عقدة مع سحب رعدية، البحر يكون شديد الاقتران. بشرق تونس رياح شمالية غربية من 25-35 عقدة، البحر شديد الاقتراب. كذلك بخليج قابس رياح شمالية غربية من 25-30 عقدة، البحر شديد الاقتراب، ورؤية تنخفض من 4 ميل إلى ميل واحد. يوم الغد إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة على السواحل الشرقية. بالنسبة لاتجاه الريح بسواحلنا الشمالية وخليج حمامات ريح من القطاع الغربي 37-40 عقدة، البحر يكون شديد الاقتراب، فهائج والرؤية تمتد من ميل إلى 3 ميل. بالنسبة لمنطقتي الشبا وخليج قابس ريح من القطاع الغربي كذلك سرعتها من 20-30 عقدة، البحر يكون شديد الاقتراب ورؤية تمتد من ميل إلى 3 ميل. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس 27 سنتيمتر على الساعة 9 ليلاً و 25 دقيقة، متر 81 سنتيمتر على الساعة 3 صباحاً و 52 دقيقة، بميناء قابس 51 سنتيمتر على الساعة 10 ليلاً و متران 24 سنتيمتر على الساعة 4 صباحاً و 6 دقائق، بميناء جرجيس 20 سنتيمتر على الساعة 9 ليلاً و 49 دقيقة، متر و 5 سنتيمترات على الساعة 3 صباحاً و 55 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعض إرساليات قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.